خلي طلع لك فوكس. على السلامة. اليوم عبد الكريم أطلع معكم باش نحكيكم على حاجة جديدة، مش جديدة في بلوز أو موان جديدة، اللي هو النيفو تليفون تاع نوكيا اللوميا 1520 اللي كجي تيستي بوندون ديزون 2-3 موا بالضبط. باش نحكيكم عليه شنو فيه الباهي والخايب، الماتريال والسوفتوير، سورتو علاش التليفون هذا سي لان دي مايور تليفون تاع 2014. ستوب يزي التليفون هذا تاع برودوي تاع نوكيا، كونتا في نوكيا اللي تي راشتي بار مايكروسوفت، فيه ان بروسيسور دو 2 جيجا دو ميموار اي 32 جيجا دو ستوكاج، مي تلقاو لي تويت كاركتيرستيك في اللين هذا يطلع هنا. قلت لكم كي جي لا شانس باش نتستيه بوندون 2 موا اي صدقوني التليفون هذا سي لان دي ميور تليفون اللي تستو في حياتي. اول حاجه ديزاين تاع التليفون سامونو بلوك، معناها كيما الايفون يجي مكسري، يا دي فيس مي سون تري بتي، سي تان 6 بوس، كاليتي تاع ليكرون اللي اكسلونت كومبارابل لاموليد. بالطبيعة تعرفوا اللي القوة نتاع نوكيا أول حاجة في الريزو، إذا كان الناس تعرف قارة العنبة سي لان دي غان تليفون لازم كونكتي في قارة العنبة في المدينة. وثاني حاجة الشارج، هذا دب نتاع الشارج يشد الشارج نهار كامل أموا مع توت لي كونيكسيون اللي عندي، مع طول لي كونت انستغرام طول لي كونت ايميل فور سكوير يخدموا ابلان تون نهار كامل يشد الشارج فريمون حاجة طايرة على الآخر. ديزاين الترا سليم كما تراو هنا، افيك اون كاميرا تاع 12 ميجا بكسل اللي كان مش غلط، و تحط رغم اللي بيان كو هو 6 بوس تحط فاسيلمون في الجيب. فيما يخص السوفتوير، التليفون هذا يجي معاه ويندوز 8 كو جي مي اجور شافي ان موا فيغ 8.1. بون زادوه حكاية المينيو هذايا، حكاية ال notification center. فما حاجة باهية في الخص الويندوز 8.1 اللي كان تعرفوها، اللي تنجم تحط ريكورسي تاع أي حاجة، ريزلتان تاع ريشيرش، تحط تصويرة في الكرون دي ماراج، تحط اليان، كل شيء تبنيه في الهوم سكرين. باش نحكي اول حاجه تو باش تبوني على الكاميرا اللي هي حاجه تري تري امبورطونت في توت لا سيري لوميا. اول حاجه اون بو لونسي فاسيلمون الكاميرا من بوطون الكرسي هذاك اكزيست سي دوطخ موديل دوطخ تليفون. تراو هنا اللي الفوكس اللي تخي on peut faire le focus على البوان نحبو عليه et traf rapidement. عندنا هنا une série d'options، on peut contrôler l'ISO، l'ouverture، vitesse، balance des couleurs، اللي حاجة طير على الاخر بالنسبة للناس اللي تفهم في الفوتو. on peut obtenir معناها des photos incroyables. نرجع هنا الفوكس اوتوماتيك فوالا. فيما يخص الفوتو ماكرو، طبعا معايا هنا شوية كيلك سنتيمتر بري نجم تحصلوا على دي ريزولتا انتيريسون. هنا ظل بعيد، حكيت 15 سنتيمتر على الأوبجي، نحاول نقرب شوية شو واش تعطي كيف تفكيته قرب حكيت 3 سنتيمتر يغزاه هو الميم. فيما يخص الفوتو نوكتيون نعمل فيه تصور طير على الاخر هنا كونتر جور تفكيت لي ريزولتا سون انورم. الوغ ابار سا فتولي
Le nom que l'homme il offre, profondeur de champ. Je comprends. Là, on a un focus. Voilà. Voilà, tu vois. Tu vois profondeur de champ. Il est tel le cadre. Or, le focus. Et ça offre de très belles, très belles photos, très beaux clichés qu'on peut utiliser pour Instagram ou d'autres applications. La chose la chère de Nokia, il y a une application pour Instagram. Il y a un marché. Il y a un marché. Il y a un Instagram. Il y a une version qui date de plusieurs mois. Les versions bêta sont Lumia. Et je m'en ai signé pour l'update. Et malheureusement, il n'y a pas d'autre application. Ta photo qui a par exemple IAM, ou la Retrica, ou la marche des applications. Il n'existe pas. Il y a pas des applications des clients Instagram, mais il n'y a aucune application ta IAM ou la Retrica, malheureusement. Par contre, moi, j'ai une application qui s'appelle Sistag. C'est un client Instagram qui supporte plusieurs comptes Instagram en même temps. Je fournais ce que je compte et vous voyez, on a une vingtaine de comptes Instagram sur mon téléphone. Il y a un parche. Pour le community manager, c'est un rêve qui devient réalité. Il y a des applications à Windows 8.1. Il y a Windows 900. Presque, il y avait peu ou très peu d'applications. Par exemple, le client Twitter, c'est le même sur tous les téléphones. Quel que soit Lumia, Android, voilà iPhone, neuf clients t'as le ouvert quelque, il est ouvert bien à 5 clients légers, rapides et surtout supporte plusieurs comptes par défaut. Donc, je me concentre sur Facebook. Le Facebook, t'as ouais, voilà l'application, on est en mature, t'as ouais, on est en train de faire. Mais quand par exemple, dans un groupe, voilà, tu as des likes, des commentaires, t'as ouais, tu as marre de choses sur Facebook, t'as Lumia. Presque tam كل شيء presque sauf l'administration on t'a les pages Facebook les reste assez limité. Par exemple les décrans page Facebook on t'a juste posté 15 statuts, on t'a juste posté images ou les vidéos. حاجة أخرى تقولي تحصل Facebook في الفيرسيون 8.1 اللي أنت توا تنجم بوستي فوتو ترجع روحك تعمل لابليكاسيون أخرى. قبل ما تنجم كان بوستي فوتو كانش إذا كان معناها إذا كان أنت قاعد على الأبليكاسيون، إذا كان تنسى الأبليكاسيون وتخرج منها خاص كل شيء. وكما قلت لكم السيستم نتاع ويندوز 8.1 سيت أن سيستم الناس كل يعرفوه كيما ويندوز 8.1. Les icônes sont tous carrés et tu peux pini ay haja comme raccourci al home screen tag. Les applications maintenant, on peut défiler, on peut faire je me chauffe par les lettres, on cherche le l'ism. Mais ça reste encore très limité par rapport à l'iPhone ou par rapport à l'Android. Maintenant, on a mis un bar, on a cherché un système mature. كيما الاخرين بقى كيما قلت الكاليتي نتاع الهاردوير نتاع الديزاين اي سورتو الكاميرا اي سون تري تري اكسيلون اكسيلون توكو وانا اي كنت نقول لكم سي لان دي ميور تيليفون كو جي تيستي سنا ابار لي اكسيبسيون كيما قلت الحاجه الباهي الكاميرا الاوتونومي نتاع الباتري الديزاين الهاردوير الرابيديتي رابيد على الاخر الميموار 2 جيجا سي ان سي معناها 2 جيجا بلس انا بلاسمون ميكرو اس دي ما خدكمش هذا سبورتي كان عنده نانو كارت سيم كيما الايفون 5 سبورت سول كارت سيم وعنده بلاسمون ميكرو اس دي الحاجات الخايبه لو اس بروحو لي ابليكاسيون اي سون اسي ليميتي الانستغرام لي بار جور فيسبوك. طبعا نحكيو على الباهي والخايب نتاع اللوميا 1520 عند نوكيا هذا. اول حاجه باهيه هي الكاميرا حاجه طيره برشا كاليتي بروفوندور شون كونترول مانيوال
الباتري كيف تشد نهار كامل. اللي الناس كتعرفوا اللي السمارت فون مشدوش جملة حتى ميم با شطر نهار، تشد نهار كامل بلا بويسونس اللي هي كاليتي طالعة على الاخر. حاجة أخرى ثم ديزابليكاسيون سبيسيو كيما سيستاك، كاين أبليكاسيون أخرى تجيري لي باج كونترول باج سي زوطخ بلاتفورم. ثم حاجة أخرى في ماتريال طالعة على الاخر اللي لونتخي تاع الكاسك تاع اللوميا البو أكسبتي دي ميكروفون رود ولا ميكروفون ولا بيوس. Et les questions sont supportées par HTC, Samsung, iPhone, etc. الخايبة اللي ويندوز والبو آ مازال ليميتي برشا، فما دي زابليكاسيون كو سون با ديسبونيبل كيما الايام والتركا اي بلان بلان دو زابليكاسيون كومباري بالايفون كومباري بالاندرويد. ودي تبيع حاجة أخرى خايبة مع مايكروسوفت اللي لي ميز أجور يخدو برشا باش يصيرو ديما ديجا الويندوز 8 باش تعطي 8 با 1 قعد تقريبا عام. اللي في دي بلاتفورم اخرين كما الاندرويد ولا الايفون دي ميز اجور سون بلو فريكونت. او فان كونت فيرديكت فينال معناها سان تري بون تليفون اللي كان نسوح الصوم. اذا كان ديجا على انستغرام على الابليكاسيون بازيك انا كاميرا طايره على الاخر كي بو فير دي فوتو سوبر دي فيديو اتش دي. او فان كونت سان تري بون تليفون. نقول لكم انا j'ai testé برشا تليفون سنير، c'est l'un des meilleurs téléphones تاع 2014. Le Lumia 1520 c'est un téléphone excellent. رغم اللي انا ما نحبش مايكروسوفت مي نحب نوكيا. كما قلنا كي نساو حكايه الصوم حكايه الليميتاسيون تاع ليزابليكاسيون انا نحب الناس تختاروا كوم تليفون دو باس. اي ميرسي اي افوار دان نوفو تيست.